رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. نوصل دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم واخر اللي نشره نجوم الكره سواء عالميا او محليا، طبعا بالاضافه لاهم الصفحات الرسميه الخاصه بالانديه واهم صفحات الكره، لكن هنبتديها دلوقتي. هنبتدي مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي نشر على حسابه على تويتر لقطة أكرم توفيق مع كابتن الفريق حسام عاشور، واللي انتشرت طبعا بشكل كبير جدا بعد الماتش، وعمرو سراية كمان بعد ما خرج بسبب الإصابة واللعيبة بيساعدوه، كتب هذه الأشياء التي لا يمكن أن تشترى، إنها روح الفانيلا الحمراء. الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر برضو نزلت صورة للعيبة من الاحتفال بالأهداف وكتبت 13 نقطة كأكتر فريق حصد نقاط في دور المجموعات. قالت كمان الصفحة الرسمية أن فريقنا بيفوز 4 مباريات متتالية في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. نروح لاحتفالات اللعيبة بقى على الانستجرام. هنبتدي مع وليد أزارو اللي نشر على انستجرام صورته من الجول الأول أو الهدف الأول وكتب كما هو الحال دائما الحمد لله. وكمان نزل صلاح محسن على حسابه على انستجرام صورة لي من الهدف الرابع وكتب الحمد لله على كل شيء. علي معلول كمان نزل على انستجرام صورته من الماتش وقال جود تيم. نشر كمان إسلام محارب صورة لي من الماتش وكتب الحمد لله والقدم أفضل التسعة يا أهلي. نشر كمان أكرم توفيق صورته مع سعد السمير وكتب الحمد لله. وأشادت كمان صفحة الأهلي بلاير 72 على الانستجرام وليد أزارو وكتبت وليد أزارو في بطولة أفريقية أو في بطولة أفريقيا في هذا الموسم شارك في 6 مباريات أحرز 6 أهداف نسبة تهديف 100% وأقوى مهاجم في مصر وأحد أفضل المهاجمين في أفريقيا حاليا. كمان إسلام الشاطر نشر على تويتر تغريدة ليه وقال فيها هدف النادي الأهلي الثالث ولا أحلى ولا أروع، سيناريو وحوار وإخراج رائع ومبدع من الأسطورة أحمد فتحي. نشرت كمان صفحة يلا كورة على الفيسبوك النهاردة الصبح صورة لاحتفال وليد أزارو وكتبت صباح الخير أفريقيا يا أهلي. وعن بقى محمد صلاح طبعا تضمن ناس كتير جدا أو لعيبة كتيرة جدا مع محمد صلاح من خلال تويتات. بالنسبة بقى لحازم إمام فعمل تويتة كتب فيها على تويتر الكلام اللي في الفيديو منطقي مش صعب، إن شاء الله المعسكر القادم يكون فيه تغيير للأحسن، نتقبل النقد ونحاول الإصلاح وتوفير مناخ جيد للاعبين. كمان حجازي على حسابه على تويتر كتب معنى الصالح العام إن الحاجات اللي محمد صلاح قالها في الفيديو هي للصالح العام والفريق وتفيد الجميع والمشاكل بسيطة هي لأنها سهلة الحل من وجهة نظري. كمان نشرت صفحة بلاتش فوتبول على الفيسبوك تويتة أو تغريدة لوكيل أعمال اللاعب يايا توري وكتبت وكيل أعمال يايا توري يقول إنه على وشك التوقيع مع نادي جديد. نشرت كمان صفحة نادي بايرن ميونخ الألماني على الفيسبوك فيديو من تكريم واعتزال اللاعب شفاينشتايجر مع فريقه السابق بايرن ميونخ وعلقت وقالت آخر مرة. تعالوا نشوف معاكم دلوقتي بقى لحظات اللاعب الأخيرة وهو بيودع الملعب. بقى نشرت صفحة 433 على الانستجرام فيديو للعيبة ما يعرفوش يعملوا دبل كيك زي بتاعت طبعا رونالدو وجاريث بيل وعلقت وقالت رونالدو وجاريث بيل طبعت يوم الأحد. تعالوا نشوف الاثنين عملوا ايه. دلوقتي بقى هنطلع لفاصل ونرجع معاكم نستقبل ضيفنا الأستاذ أسامة السويسي الناقد الرياضي.